نحن اليوم طلاب الجامعة الدولية للإنقاذ، وتضامنوا معنا طلاب من جامعة حلب الحرة وطلاب من جامعة إدلب. اجينا اليوم لحتى نعبر عن رفضنا لقرارات مجلس التعليم العالي اللي صدرت عن مجد الحسني. السيد مجد الحسني بده مني أنا كطالب طب بشري روح على جامعة أكسفورد وغيرها وماري وغيرها لأدفع 1800 دولار بالسنة، بدل ما أدفع بجامعة الثورة الجامعة الدولية للإنقاذ 300 دولار. إذا هذا الأمر متقصد، أكيد في لهم المرابح من هذا الموضوع. ناويين يقضوا على حلم وعلى حياة 1000 طالب كرمال جيوبهم وكرمال منافعهم الخاصة. لن نقبل بالحلول الفردية. نحن كلنا هون لحتى نعبر عن رفضنا لهذه القرارات المجحفة الجائرة، والحمد لله رب العالمين. نحن طلاب جامعة الدولية للإنقاذ، نحن ما لنا علاقة بمشاكل الشخصية بين الكبيرين. خلونا نتعلم، خلونا نعرف نصحى على دراستنا، بدنا نتابع تعليمنا. نحن مسؤوليتنا الجيل الجديد، خلونا نتعلم منيح حتى نعرف نعلم. دمر فينا ما رح يروح حدر، ونحن رح نتعلم ورح نمارس عملية التعليم إن شاء الله بشكل أكبر.